في القرن الرابع قبل الميلاد بدأت مرحلة جدية في الحضارة الغربية، حيث بدأت بهزيمة الغزاة الفرس وانتهت باجتياح سبارتا لأثينا. بين هذين الحدثين ظهر عصر جديد باسم عصر الأبطال، وهذا هو الجزء الخامس من سلسلة تاريخ الرياضيات. في هذه الحقبة ظهر عالم وفيلسوف جديد واسمه أناكساغوراس، الذي كان لديه دافع كبير لحل المشاكل الرياضياتية. فيقال أنه عندما كان في السجن قام بعدة محاولات لتربيع الدائرة، وهذه من المشاكل التي شغلت علماء الرياضيات حوالي 2000 عام. ولاحقا تم الفهم أنه لرسم دائرة لابد من استخدام فرجار ومسطرة، ومن هنا يمكن أن نفهم أن معالجة الرياضيات في هذه الحقبة لم تكن كالبابليين والمصريين، فلم تكن اكتشافات تعتمد على الحساب والهندسة لسد الحاجات والمشاكل، بل كانت نظرية وذو بعد فلسفي وفضولي، والتي كانت تهدف أيضا للوصول للأهداف بدقة. وفي عام 428 قبل الميلاد مات أناكساغوراس، حيث كان العام الذي ولد فيه أرخيتاس. وبعدها ظهرت كارثة الطاعون في البلاد، والتي مات على أثرها شعوب كثيرة من أثينا، ومنهم الفيلسوف بيركليس. ظهرت أيضا مشكلتين جديتين، وكانت إحداهما هي نسخ المكعب نسخة طبق الأصل مرتين باستخدام فقط الفرجار والمسطرة، حيث احتاجوها لتكبير المذبح حيث كانوا يذبحون المصابون بالطاعون. والمشكلة الأخرى هي تقسيم الزاوية إلى 3 أقسام متساوية، حيث اكتشف العلماء بعد أكثر من 2200 عام أنه لا يمكن فعلها باستخدام مسطرة وفرجار فقط. وبعدها ظهر العالم هيبوقراط، حيث كانت أعماله في مجال الهندسة، وحيث اكتشف في أعماله بعض عناصر الهندسة التي توقعت أعمال العالم إقليدس في كتابه المشهور العناصر. ومن أعماله المشهورة هلال أبوقراط، الذي بذل عليها مجهود كبير في محاولة حلها ليحل مشكلة تربيع الدائرة. ففكرة هلال أبوقراط تقول بأن نصف الدائرة المكونة من نصف قطر معين لنصف دائرة أخرى، وأن مساحتها تساوي مساحة المثلث المتكون من نقاط الاتصال كما هو واضح في هذا الرسم، حيث بدأ فكرته من دائرة واحدة ومثلث إلى دائرة وشبه منحرف، ثم إلى دائرتين، ثم إلى 3. وفي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ظهر عالم رياضياتي جديد وهو هيبياس، حيث كان متفاخرا أمام السفسطائيون بتعلمه الكثير وحتى أتقانه لبعض الحرفيات، فقد توصل بشكل عام لطريقة لتربيع الدائرة المعروفة بمنحنى هيبياس، ولكن كان مدركا أنه لا يمكن تطبيقها وتحديدها في زمنه. فيمكن القول بأنه وجد الطريقة للتربيع ولكن لم يجد البرهان لذلك. ونفس الفترة الزمنية قاموا منافسين سياسيين بقتل عدة قادة في الحكم، فقد هرب عدد من رجال الدين ومن الإغريق، وبقيت بعض المقالات من المدرسة الفيثاغورية. وفي عهد أرخيتاس ازدهر العهد بالعلم والمعرفة، فقد كان أرخيتاس سياسي حازم جدا يفرض التحسين والتحسن، وكان مؤمنا بأهمية الرقم والعدد، واتبعها وأكمل طريق المدرسة الفيثاغورية في التركيز على علم الحساب أكثر من الهندسة، فقد تعلم على يد فيثاغورس ودرس في بيدوس، كما اطلع على عروض بلاد ما بين النهرين والحضارات السابقة، حيث قام باكتشافات في حلول هندسية دون استخدام الإحداثيات. ولكن على الرغم من علمه في الحساب إلا أن إنجازاته كانت في مجال الهندسة. وبعدها ظهر العالم زينون الرواقي ومفارقة الحركة، فقد حاول إثبات أن فكرتي التعدد والحركة كانتا من الوجهة النظرية مستحيلتين. فمثلا بالنسبة للعالم زينون لا يمكن عبور جسر من مبدأ التعداد، فلا يمكن عبور الجسر قبل عبور نصفه، ولا يمكن عبور نصفه قبل عبور ربعه، ونتبع هذا المبدأ في قسم المسافة إلى النصف حتى نصل بأنه يستحيل عبور الجسر بسبب عدم معرفة المسافة الأولية للعبور. كما اشتهر العالم بمتناقضة السهم، فبالنسبة لمبدئه السهم الطائر في الهواء هو في الحقيقة ساكن غير متحرك، لأنه في كل لحظة لا يكون فيها إلا نقطة واحدة في الفضاء، أي أنه ساكنا وأن حركته غير حقيقية مهما بدت واقعية. وهكذا كانت هذه الحقبة معروفة بالهجوم المنطقي والفلسفي لحل كل مشاكل الرياضيات، والتي اشتهر على أثرها علماء كثيرون قد لا يشهد التاريخ مثلهم أبدا، ولذلك سميت هذه الحقبة بعصر الأبطال.